الآن يا ثاني بدي أشوف مين الأبطال اللي رح يطلعوا على اللوح ويكتبوا لي هم معطينا كتابة يعني بالكلمات، أنا بدي أكتبهم بالأرقام. يلا يا زين، أول شغلة بنعملها عشان ما نخربط، شو بنحط؟ كم شحطة؟ ثلاث شحطات، أحد عشرات مئات. يلا هيك بجنب بعض ولا بنبعدهم عشان يبين معنى الخط؟ ايوه يلا 900، هم كاتبين لنا 900 و10. احسنت، ممتاز. ميال طيب، ما طلعت اليوم. يلا يلا 400. اول شو بدنا نعمل عشان الخربوط ما يخربط؟ شو بنحط شحطات؟ كم شحطة؟ كم شحطة يا ميال بنحط؟ كم حط زيت؟ كم شحطة حط؟ فوق حط 900، حط 1، حط 10. طيب 400، أول إشي الأربعة وين بنكتبها؟ الأربعة وين بنكتبها؟ 400 معاها كلمة 100، يعني هي بالآحاد ولا بالعشرات ولا بالمئات؟ آه يا ميال، بس ركزي معي، كلمة 400 100، هي مغششين، حاطين لنا 100، 400 يعني بدي احطها بالآحاد يعني ولا بالعشرات؟ بالمئات، هاي مئات وهون مكتبين لنا معاها 100 صح؟ يلا ايش بدنا نكتب هون؟ 400. يلا ميال، ايش هو الرقم 40؟ كم يعني بدي اكتب بالمئات؟ 4. طيب 400، هاي 400. طيب هون شو بدي احط؟ مش كاتبين لنا شيء، ايش بدنا نكتب؟ صفر بالعشرات وصفر بالآحاد، شفتي كيف؟ بطلة ليا ليس عدلان. 309. بس قبل ما نكتب ايش بنكتب اول اشي؟ ثلاث خطوط. طيب 309 عشان الخربوط ما يخربطش مرة ثانية، انت هسه جاوبتي صح، بس كتبوا لنا 300 بنحط 300 و9 بنروح على الاحاد بنكتب 9، بعدين بنشوف اذا في بالعشرات شيء او لا. ماشي؟ ممتازة. انت شطورة لعينك، بس انه بطلع عليها وبدي اطلع يلا.